السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الصف الثاني. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الأساليب وهو أسلوب التعجب. ما معنى التعجب؟ التعجب هو الاندهاش، بتعجب من شيء، بندهش، بستغرب، بتعجبه. والتعجب ده ممكن يكون من شيء جيد، ممكن يكون من شيء قبيح. شيء جيد زي مثلا أنا أقول ما أذكى التلميذ، شيء قبيح إن أنا ممكن أقول ما أقبح رائحة القمامة. طيب تعالوا نشوف مع بعض أسلوب التعجب ده بيتكون من إزاي، أو أقدر أكونه وأعمله إزاي. أسلوب التعجب بيتكون من ثلاثة أقسام. أول حاجة ببدأ بيها أداة التعجب، تاني قسم هو فعل التعجب، وفي النهاية علامة التعجب. أداة التعجب هي ما دايما بستخدمها في أسلوب التعجب، بتكون في بدايته ما. وفعل التعجب بستخدمه في الوسط، الحاجة اللي أنا بندهش منها أو بتعجب منها في الشيء اللي أنا بكون بسببه الأسلوب، وفي النهاية بضع علامة التعجب. طيب مثال بتاعنا الموجود قدامنا، ما أجمل الحديقة، وفي النهاية علامة التعجب. ما أداة التعجب، وفعل التعجب في الوسط أجمل، والأسلوب كله ما أجمل الحديقة، وفي نهايته بضع علامة التعجب اللي هي عبارة عن واحد وفي أسفله نقطة. طيب إزاي أقدر أعمل فعل التعجب؟ أنا عارف أداة التعجب حافظها، ما مش بتتغير، وفي النهاية علامة التعجب الواحد اللي أسفله نقطة. طيب الفعل اللي في الوسط، تعالوا نشوف كده أمثلة عليه. لو أنا عايزة أتعجب من جمال شيء، حاجة جميل، شيء جميل، هقول إيه؟ ما أجمل لون السماء، أجمل يبقى جميل بخليها أجمل. طب كبير، ما أكبر البحر، ما أكبر كبير خليتها أكبر. سعيد، ما أسعد الأطفال، أسعد يبقى سعيد خليتها أسعد. قريب، ما أقرب الطائرة، قريب ما أقرب قريب أقرب. يبقى أنا كده أسلوب التعجب عرفت أنه بيتكون من ثلاثة أقسام، في البداية أداة التعجب ما، وفي الوسط فعل التعجب زي أجمل، أكبر، أسعد، أقرب، وفي نهاية أسلوب التعجب بنضع علامة التعجب الواحد اللي في أسفله نقطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض أمثلة أخرى. مثال، ما أجمل الفراشة، ما أجمل الفراشة. تعالوا نقسم مع بعض كده الأسلوب أو الجملة اللي قدامي دي أقسام أسلوب التعجب فيها إيه هي. في البداية ما اللي باللون البنفسجي هي أداة التعجب، أجمل فعل التعجب باللون الأزرق، والأسلوب كله ما أجمل الفراشة، في نهايته إيه؟ الواحد اللي تحتيه نقطة، العلامة دي هي علامة التعجب. المثال الآخر، ما أضخم الفيلة. تعالوا نقسم تاني الأسلوب بتاعنا، ما اللي باللون البنفسجي أداة التعجب، أضخم فعل التعجب، أسلوب كله ما أضخم الفيلة، في نهايته الواحد أسفله نقطة، هي علامة التعجب باللون الأخضر، علامة التعجب. طيب تعالوا نشوف النشاط ده نحله سويا. نشاط باء، اقرأ ولاحظ ثم أكمل. عندي مجموعة من الأمثلة أو من أساليب التعجب مكتوبة وعايزني أكمل الناقص، فيها جزء ناقص، تعالوا نشوف سويا إيه الناقص ونكمل. أسرع القطار، اللي ناقص فيه الأداة ما أسرع القطار، ما نقط البحر، اللي ناقص فعل التعجب ما، ها أوسع البحر، ما أوسع البحر. المثال الآخر، ما أطول نهر النيل،
يا ترى ايه الجزء اللي ناقص في الاسلوب ده عشان يكون صحيح؟ بالضبط، علامة التعجب، نقط الحديقة، وفي النهاية علامة التعجب. يبقى ايه اللي ناقص؟ ناقص لي حاجتين، الأداة وفعل التعجب. ما أجمل الحديقة. طيب المثال الآخر ناقص حاجتين، أصغر النملة، في حاجة في الأول وحاجة في النهاية. إيه الحاجة اللي في الأول وفي الآخر؟ الأداة ما، وفي النهاية علامة التعجب، الواحد الأسفل ونقطة. تعالوا في النهاية إحنا نكون أسلوب لوحدنا. ما أجمل صنع الله، ما أجمل صنع الله. بكده نكون انتهينا من أسلوب التعجب